سوا على الهوا. سوا عطول سوا على الهوا. ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. عيد العمال هو احتفال لتكريم العامل الأمريكي، المحرك الدافع وراء الاقتصاد الأكثر إنتاجية في العالم وأخلاقيات العمل الأمريكية التي أدت إلى واحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم. كل هذا جاء من الإيمان بالديمقراطية الاقتصادية والسياسية. نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، ونقدم لكم اليوم حلقة خاصة عن الاحتفال بعيد العمال. هذا البرنامج يأتيكم برعاية. هل تلقى أطفالكم أحدث نسخة من لقاح كوفيد-19؟ لقد تم لغاية اليوم تطعيم أكثر من 5.5 مليار شخص بلقاح كوفيد-19، وأثبتت النتائج أن اللقاحات كانت فعالة، حيث قام الخبراء حول العالم بإجراء الاختبارات اللازمة ليكون اللقاح آمناً وفعالاً. اللقاح لا يحميكم أنتم وعائلتكم فقط، بل يحمي المجتمع كله. قوموا بواجبكم من خلال التحدث إلى مقدمي الخدمات الصحية أو زيارة michigan.gov/kids-covid-vaccine. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان. قشات ميديترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية، جميع أنواع المواد الغذائية، ألبان طازجة، الكرزات والبهارات الطازجة. داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب، المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة. تفتح الأسواق من 8 إلى 9 مساء من الاثنين وحتى السبت، ومن 8 صباحا إلى 9 مساء يوم الأحد. تقع الأسواق على 2839 North Western Highway في مدينة فارمينغتون هيلز. لحوم حلال للجالية الإسلامية، لطلباتكم من المطعم كول 248-538-7855. That is 248-538-7855. قشة ميديترينيان ماركت، خدمة متميزة ومعاملة راقية. يحتفل العالم بعيد العمال في الأول من مايو، فهو عطلة رسمية في نحو 107 دولة حول العالم، ما يمثل 67% على الأقل من سكان العالم. ولكن هناك دول قليلة تخرج عن هذا التقليد، فعلى سبيل المثال تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بعيد عمالها اليوم، وهو الاثنين الأول من شهر سبتمبر. الثابت تاريخيا أن أستراليا كانت أول دولة في العالم تبتدع الاحتفال بعيد العمال، وكان ذلك في منتصف القرن 19، حيث بدأت فكرة يوم العمل في أستراليا يوم 21 إبريل عام 1856، وبعدها ب30 عام انتقلت فكرة الاحتفال إلى الولايات المتحدة. ويوضح لنا المؤرخون أن الاحتفال بعيد العمال ظهر أيضا في كندا بعد أستراليا وقبل انتقاله إلى الولايات المتحدة، حيث النزاعات العمالية وحركة التسع ساعات في هاملتون ثم انتقلت إلى تورونتو بكندا، وكان ذلك عام 1870، مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري الذي أضفى عليها الصفة القانونية وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872، وتمت المسيرات كدعم لحركة التسع ساعات، كما أن إضراب عامل الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا. انتقل الاحتفال إلى الولايات المتحدة مع زعيم العمال الأمريكي بيتر ماجواير، الشريك المؤسس للاتحاد الأمريكي للعمل، والذي اقترح تخصيص يوم لتكريم العمال. وجاءته هذه الفكرة بعد أن شهد في عام 1882 إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو الكندية، واستلهاما من أحداث الاحتفالات في تورونتو طرح فكرته حول عيد العمال عندما عاد إلى نيويورك، وذلك لتحسين ظروف الطبقة العاملة وتحريرها. وعلى الرغم من عدم الاستقرار على رواية أكيدة تعني هذه المعلومات، أن الاحتفال بعيد العمال في أمريكا جاء بجهود وأفكار أصيلة تقدم بها الأمريكيون أنفسهم. عيد العمال على عكس كل بلدان العالم التي تحتفل بعيد العمال في الأول من مايو،
يحتفل الأمريكيون بعيد العمال في أول يوم 2 من شهر سبتمبر، ويسجل هذا اليوم في أمريكا نهاية غير رسمية لفصل الصيف والاستعداد للدخول المدرسي بالنسبة للأطفال، وهو عطلة فيدرالية مدفوعة الأجر. وقد بدأ الاحتفال باقتراح من بيتر ماكاغواير نائب رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل، قدمه في 8 مايو عام 1882 إلى الاتحاد العمالي المركزي الناشئ في مدينة نيويورك بتخصيص يوم عطلة عامة للطبقات العاملة، واقترح يوم 2 من شهر سبتمبر باعتباره موعدا مثاليا لمثل هذا الاحتفال العام بسبب الطقس الأمثل ومكان التاريخ في التقويم وكونه في المنتصف بين 4 يوليو وأيام عيد الشكر الرسمية. ويعتبر 1 مايو وهو عطلة شعبية أوروبية قديمة تعرف باسم عيد مايو، عطلة بديلة للاحتفال بالعمل، ظهرت في عام 1886 وأصبحت تعرف فيما بعد باليوم العالمي للعمال. يعود أصل هذا التاريخ إلى مؤتمر الاتحاد الأمريكي للعمال عام 1885، والذي أصدر قرارا يدعو إلى تبني العمل لثماني ساعات يوميا اعتبارا من 1 مايو 1886، بعد أن خرج العمال الأمريكيون في مسيرات منظمة للإضراب عن العمل. ونفذ النشطاء العماليون في شيكاغو إضرابا لعدة أيام، وبحلول 3 مايو تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف بين الشرطة والعمال أسفرت عن مقتل مدنيين وشرطيين. وكان الرئيس الديمقراطي غروفر كليفيلاند أحد المتخوفين بأن عطلة العمال في 1 مايو تميل إلى أن تصبح ذكرى لقضية هاي ماركت، وستعزز الحركات الاشتراكية التي دعت لإحياء ذكرى 1 مايو حول العالم. وفي عام 1887 دعم علناً عطلة عيد العمال في سبتمبر كبديل لذلك، وتم اعتماد التاريخ رسمياً باعتباره عطلة في الولايات المتحدة في عام 1894، وأصبح المعيار القانوني لساعات العمل هو 8 ساعات بعد إقرار تعديلات على قانون العمل في عام 1940، شملت أيضاً حظر عمالة الأطفال وتحديد الأجور. كانت نيويورك أول ولاية تقدم مشروع قانون، لكن ولاية أوريغون كانت أول من أصدر قانونا يعترف بيوم العمال في 21 فبراير 1887. خلال عام 1887 أصدرت كولورادو وماساتشوستس ونيو جيرسي ونيويورك أيضا قوانين لإنشاء عيد العمال عطلة، وبحلول نهاية 1910 حذت كونيتيكت ونبراسكا وبنسلفانيا حذوها، وبحلول عام 1894 اعتمدت 23 ولاية أخرى هذه العطلة. قدم لكم هذا التقرير عبد الله قطب. هذا البرنامج يأتيكم برعاية طالعة من بيت أبوها رايحة المطعم عشتار، فاطمة سلم علي يمكن لحيله جوعان، قلب الله يا حلوة خديني وبعشتار غديني، قلت الله يا حلوة خديني وبعشتار عشيني، قالت لي روح يا مسكيني عشتار the best in town. طالعة من بيت أبوها رايحة المطعم عشتار، عشتار مطعم أهل البيت والخطار. 3625 ماي رود في مدينة سترلينغ هايت، هاتف 586-698-2585.
حكيم عيونها فهم في العين وافهم كمان في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين، خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفية النظر، إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكوما وتصحيح النظر من أثر مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقة، يقبلون معظم أنواع التأمين الصحي. زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار وناين مايل في مدينة هيزل بارك. للمواعيد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 أو عيادتهم في راجستر هولس. للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937. ولازلنا معكم مستمعينا وحلقة خاصة عن عيد العمال، حيث تشير الإحصاءات إلى أنه في أواخر عام 1913 فقد ما يقرب من 25 ألف أمريكي حياتهم في العمل، بينما عانى 700 ألف عامل آخر من إصابات أدت إلى فقدان شهر واحد على الأقل من العمل. ولأن لكل قصة وجهان، نتعرف معكم خلال التقرير التالي عن الجانب المأساوي اللي أصل قصة عيد العمال. يخلد عيد العمال ذكرى كفاح دام للمطالبة بالحقوق، فقد شهدت الولايات المتحدة ثورة صناعية في منتصف القرن التاسع عشر، وكان المهاجرون الأوروبيون يمثلون الشريحة الأكبر من العمال الذين كانوا يعملون في ظروف عمل مريعة ويحصلون على أجور متدنية، وكانت عدد ساعات الدوام تتراوح بين 10 إلى 16 ساعة، وتقلصت العطلة الأسبوعية إلى يوم واحد فقط، وكان عمل الأطفال شائعاً دون الحرص على أمنهم ولا على صحتهم. أدى ذلك لظهور أكبر عدد من الإضرابات العمالية في يوم واحد في تاريخ أمريكا، وكان في الأول من مايو من عام 1886، إذ وصل عدد الإضرابات في هذا اليوم إلى نحو 5000 إضراب، اشترك فيها أكثر من 340 ألف عامل للمطالبة بتقليل عدد ساعات العمل. وظهرت حركة الثماني ساعات في شيكاغو، حيث قادها اشتراكيون وشيوعيون ينادون بالقضاء على الرأسمالية، وكان معظمهم ينحدرون من أصول ألمانية، وقاموا بتنظيم مظاهرة في ميدان هاي ماركت، رفع فيها المتظاهرون شعار ثماني ساعات للعمل، ثماني ساعات للراحة، ثماني ساعات للنوم. وفي اليوم الثالث للاحتجاجات تدخلت قوات الشرطة، فلقي عامل من العمال مصرعة، ثم تصاعد العنف لاحقا مع مقتل مزيد من العمال والشرطة، ولم يحصلوا على أي من حقوقهم في العام التالي. وفي اليوم التالي الرابع من مايو عقد العمال مؤتمرا في نفس الميدان الذي شهد الأحداث الدموية للاحتجاج على وحشية الشرطة، إلا أنه في نهاية الاجتماع حدثت بعض المشادات، وانفجرت قنبلة مجهولة المصدر بين رجال الشرطة تسببت بمقتل أحدهم، ثم تلا ذلك أعمال عنف راح ضحيتها 7 من الشرطة وما لا يقل عن 4 من العمال، وأصيب 100 آخرون، فردت الشرطة باقتحام المؤتمر وإطلاق النار على الحشد لفضه. وخلال الليلة التالية تعرض عمال شيكاغو لحملة قمعية غير مسبوقة، وذلك من قبل الشرطة وأصحاب الأعمال، تضمنت مداهمة البيوت والتفتيش وحملات اعتقال واسعة النطاق، وتم إلقاء القبض على 8 من القادة العماليين، وجرت محاكمتهم بصورة عاجلة بتهمة إثارة الفوضى والتخريب وإلقاء القنبلة وقتل رجال الشرطة، ثم حكم عليهم جميعهم بالإعدام.
ثم تم بعد ذلك تخفيف الحكم عن 3 منهم، حيث عوقبوا بالسجن المؤبد قبل أن يتم العفو عنهم عام 1893، بينما مات رابع منتحراً في السجن. وفي 11 من نوفمبر من عام 1887 تم تنفيذ حكم الإعدام في 4 الباقين. وفي الوقت الذي كان يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام على أحد هؤلاء العمال، كانت زوجته تقرأ خطاباً كتبه لابنه الصغير. قال فيه: ولدي الصغير، عندما تكبر وتصبح شاباً وتحقق أمنية عمري، ستعرف لماذا أموت. ليس عندي ما أقوله لك أكثر من أنني بريء وأموت من أجل قضية شريفة، ولهذا لا أخاف الموت. وعندما تكبر ستفتخر بأبيك وتحكي قصته لأصدقائك. قدمت لكم هذا التقرير عبير حسين. هذا البرنامج يأتيكم برعاية حاولنا كتير. خلينا نحاول كمان مرة. الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف. يعني ما في أمل؟ للأسف حبيبتي. هنالك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان، الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023. ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائيي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات. وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600. IVF أمل يولد من جديد. شو هي الحياة؟ إني كون دفيانة ومو خايفة، إني أعيش بقية حياتي بكرامة، أكل أكل زين واشرب مي نظيف، إني أعيش سعيدة ولو كنت يتيمة، إني أحس بالدفى والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي. منذ 30 عاماً ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، والتي تم اختيارها من بين أفضل 9 منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1-800-827-3543 أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development. حيثما توجد الحياة يوجد الأمل. This is WNZK, Dearborn Heights, Detroit. Your ethnic superstation at 690 days, 689. يكن للعيد العمال في أمريكا النهاية غير الرسمية لفصل الصيف، وتستأنف العديد من الولايات الدراسة في عطلة نهاية أسبوع عيد العمال، وهو أيضا الوقت المثالي للتسوق من خلال التخفيضات الكبرى على العناصر الأكثر شعبية في هذا الموسم مثل أثاث الحدائق والملابس الصيفية والأجهزة. لذا فإن عيد العمال هو الفرصة الأخيرة للحصول على هذه المنتجات بسعر أقل. وفي الرياضة الأمريكية، تمثل عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال بداية العديد من رياضات الخريف. عادة ما تلعب فرق
الاتحاد الوطني لألعاب القوى أولى مبارياتها في نهاية هذا الأسبوع، ودوري كرة القدم الأمريكية يلعب تقليديا مباراته الأولى في يوم الخميس التالي لعيد العمال. هناك العديد من الفعاليات والأنشطة المنظمة في المدن الكبرى، على سبيل المثال تقدم نيويورك كرنفال عيد العمال والألعاب النارية في شاطئ كوني آيلاند، وفي العاصمة واشنطن يتم تنظيم حفل للأوركسترا السيمفونية الوطنية مع حضور مجاني للجمهور في مبنى الكابيتول. وبما أن هذه تعتبر عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في فصل الصيف، هناك توقعات بأن يقطع الأمريكيون خلالها مسافات طويلة أكثر من أي وقت مضى، وذلك من خلال السفر خارج البلاد. ووفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية، ارتفع معدل حجوزات الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات والرحلات البحرية مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع حجوزات السفر الدولي بنسبة 44%. يبدو أن الانجذاب الأكبر من نصيب أوروبا، حيث الثقافة والتاريخ وفن الطهي، كما يعتبر السفر إليها في هذا الوقت بالتحديد مناسبا لأن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض وبدأت معها الحشود الصيفية في التراجع. وتعتبر روما ولندن ودبلن وباريس من أكثر المدن التي يفضلها الأمريكيون، وتختتم فانكوفر القائمة، حيث تحظى كندا عادة بشعبية كبيرة في هذا الوقت من العام. ارتفعت الوجهات الفندقية الدولية بنسبة هائلة بلغت 82% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت حجوزات الرحلات البحرية الدولية أيضا بنسبة 44%، خاصة حول الطرق النهرية الكاريبية والأوروبية، مما يدل على أن الأمريكيين على استعداد لاستخدام جوازات سفرهم أكثر من أي وقت مضى. كما ارتفعت حجوزات السفر الداخلية أيضا، وإن كانت بنسبة 4% فقط مقارنة بالعام الماضي، وتعتبر لاس فيغاس وأورلاندو ونيويورك من بين أفضل المدن، حيث ينجذب المسافرون إلى خيارات الترفيه في المدن الثلاث، وأفضل الاختيارات الأخرى هي سياتل ومدينة أنكوريج بألاسكا، والتي تحظى بشعبية خاصة الآن بسبب انتهاء موسم الرحلات البحرية في الولاية. هذا البرنامج يأتيكم برعاية New Concept Products and Design. بإدارة نجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب 75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على www.newconceptproducts.com أو زوروهم في موقعهم الجديد 31185 Schoolcraft in Livonia. ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ. هل تعاني من ألام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي. جهاز سوفت ويف، علاج جديد غير جراحي، يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال، دون جراحة أو تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد. تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا، الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توب ريهاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزية. اتصلوا الآن على 313-846-0555. توب ريهاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصلوا الآن واحجزوا 313-846-0555. This is WNZK, Dearborn Heights, Detroit, your ethnic superstation at 690 days,
689. ولا زلتم معنا مستمعينا وحلقة خاصة عن عيد العمال، وهناك قاعدة تقول لا ترتدي اللون الأبيض في هذا اليوم، تعود أصولها إلى عام 1920، حيث كان ارتداء اللون الأبيض يميز الأثرياء الذين لم تكن ملابسهم تتسخ لأنهم لا يعملون. ويعتقد بعض المؤرخين أن هذه القاعدة كانت في الواقع وسيلة للأثرياء يستخدمها لفصل أنفسهم عن الطبقة العاملة التي لم يكن بمقدورها تحمل تكاليف الأجازات والملابس باهظة الثمن التي تناسبها. ومن ناحية أخرى، غالبا ما كان عمال الطبقة الوسطى يرتدون ألوانا داكنة حتى في الصيف لإخفاء الأوساخ التي تراكمت بعد يوم عمل شاق. وبحلول الخمسينيات من القرن الماضي كان عدم ارتداء اللون الأبيض بعد عيد العمال قاعدة ثابتة بين الأثرياء التزاما منهم بقواعد الأدب. هذا البرنامج يأتيكم برعاية. أهلا وسهلا، شرفتونا، تفضلوا على الأكل. ما في أحلى من جمعة الحبايب على السفرة بالويكند. واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي. صحتين حبيبتي. والكبة كيف شفتيها؟ مثل ما بتعملها ستي. وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافة؟ لا مش معقول، كنافة ستي. مأكولات زياد، نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد. خالته فيني أسألك شو طابخة بكرة؟ حس إنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا، أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي. زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katranjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع، وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تروي ميشيغان، ونتمنى لكم العفو والعافية. للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعة على 1565 في مدينة تروي البناء F، أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263. That's 248-869-4263. كتاب قواعد العمل للكاتب الإنجليزي والخبير في مجال التنمية الذاتية ريتشارد تيمبلر يعتبر من أهم الكتب التي ناقشت كيف يمكن أن نحقق أهدافنا المهنية وبأقل مجهود. الكاتب له في هذا المجال خبرة أكثر من 30 عاما، حقق من خلالها أعلى نسبة مبيعات، ترجمت معظم مؤلفاته إلى لغات متعددة، كتب العديد من الكتب منها قواعد العمل أو The Rules of Wealth، وقواعد الإدارة وكيف تؤدي مهامك دون عناء، وكتاب لا أريد المزيد من الجبن أريد فقط الخروج من المصيدة وغيرها. يقدم الكتاب مجموعة من النصائح والوصفات السحرية التي نستطيع من خلالها أن نعيش حياة مليئة بالسعادة والنجاح والإنجازات المثمرة، وهذا ما جعل الكتاب يحظى بشعبية كبيرة في العالم وبنسبة مبيعات هائلة. وفيما يلي مستمعينا سنسلط الضوء على أهم القواعد والإرشادات التي وردت في هذا الكتاب القيم. كتاب قواعد العمل من أشهر الكتب في العالم، وهو كتاب متميز جدا، هيساعدك انك ازاي تحسن من شغلك وازاي تتطور في شغلك ايا كان، من ترقية ولا تطوير مهارات. الكتاب ده من تأليف ريتشارد تيمبلر، كاتب مشهور جدا يعني نار على العالم. وكتاب هنلخصه كده في العشر نقاط او عشر قواعد اللي هو قالها في الكتاب. القاعدة الاولى، ليتفق سلوكك مع كلامك. النقطة دي الكاتب بيقول فيها انك لازم لو انت داخل على اي شغلة ومسكت اي وظيفة لازم تبقى عارف شغلك بالظبط، والكلام اللي بتقوله تعمله بالظبط. لازم تبقى فعال في عملية الشغل بتاعك، والشغل بتاعك يبقى متقن، لان الاتقان هو الحاجة اللي هتميزك بينك وبين اي حد بيشتغل في اي مجال تاني. ولو انت شغالين في مجال البرمجة او التصميم، او شغال حتى موظف، او شغال في اي مكان، اكيد انت عارف ان الموظف او الشخص المتقن لعمله او اللي بيعمل شغل متقن ما فيهوش غلطات كتيره بيبقى مميز ومحبوب من العملاء بتوعه او من المديرين بتوعه. فالكاتب بيقول لك في النقطه دي
نوعا ما ما تقولش كلام انت مش هتقدر تنفذه، يخليك متقن لعملك. ده اهم بكتير من ان انت تقول والله انا هشتغل هنا، واي شغلانه ممكن تكون مش في تخصصك العميل او المدير بتاعك اديها لك تعملها وانت ساكت وما تعملهاش باتقان. الافضل تقول له لا وتعمل شغلك اللي انت بتعمله صح باتقان كفايه. وده تلخيص النقطه، ليتفق سلوكك مع كلامك. القاعده الثانيه، اعلم انك تحت الملاحظه. في اي لحظه انت اشتغلت لازم تعرف ان انت بتتعرض للاحكام، بيحكموا على طريقه كلامك، بيحكموا على تسليمك لشغلك، بيحكموا على مواعيدك، وممكن الموضوع يتطور والناس تحكم حتى على طريقه تفكيرك. فالافضل انك تخلي الحكم ده ايجابي طالما انت مش هتقدر تتفاداه. فتخلي الحكم ده ايجابي ازاي؟ نوعا ما طالما العلاقه علاقه عمل خليك رسمي على قدر الامكان، بس مش رسمي بجديه زياده عن اللزوم. دايما خليك ودود ومبتسم، رسمي مع ود وابتسام. لو انت شغلك بتروح تقابل ناس في مكاتبهم او بتروح للعملاء بتقابلهم، يعني خليك مهندم كده ولذيذ، او حتى لو بتعمل ميتنج اونلاين خليك ادخل الميتنج في الميعاد المحدد. والحاجه الثانيه، استرخي وانت بتتكلم وخليك هادي جدا وانت بتشرح افكارك، خليك منظم وحضر قبل كل مناقشه مع العميل او مع المدير بتاعك، ما تخليش الموضوع يجي كده بتداعي الافكار. التحضير دايما هيخليك نوعا ما تنتقي الكلمات والالفاظ المناسبه. بكل بساطه النقطه دي بتقول لك لو انت مش هتقدر تتفادى موضوع الملاحظه ده يبقى خليها ملاحظه ايجابيه، خلي الحكم عليك بحكم ايجابي. القاعده الثالثه هي، لابد ان تضع خطتك. موضوع الخطه ده شيء مهم جدا، لازم على الاقل تبقى انت عارف هتعمل ايه الشهر اللي جاي، هتتعلم ايه الشهر اللي جاي، ايه المفروض تتطور فيه. ما تشتغلش على طول كده وخلاص تهمل موضوع التطوير، لازم تبقى عامل خطة للتطوير وخطة للشغل عامة. ده لسببين، السبب الاول فيهم هو استيعاب الفرص الجديدة. طول ما انت عامل خطة فانت هتسيب في الخطة بتاعتك دي ان والله لو جات فرصة بتاعت شغل جديدة انا اتصرف فيها ازاي، او لو جالي شغل زيادة لود بتاع شغل زيادة هتعامل معاه ازاي، او حمل بتاع شغل زيادة. فالخطة هتساعدك كتير، لازم تبقى على الاقل الكاتب بيقول تبقى عامل خطة لمدة شهر. انا عن نفسي بقسم السنة 4 ارباع، يعني بعمل خطة لكل 3 شهور، خطة مش مفصلة بل اهداف جنرال. والله انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، دي الاهداف الجنرال. التفصيل بيبقى على سكيل اصغر شوية، شهر وبعد كده اسبوع وبعد كده كل يوم بيومه بقى، بس ده كله بيخدم الخطة او الاهداف بتاعت ال3 شهور. فالكاتب بيقول لك على الاقل اعمل خطة لشهر واحد، لازم تبقى معاك وجاهز عشان شهر ما يعديش بسرعة وتلاقي انت ما انجزتش حاجه. السبب الثاني هي الخطه هتخليك شخص مرن. شخص مرن في التعامل مع التقلبات بتاعه الشغل ذات نفسه. سيبك بقى من في لود جه شغل جديد، لا، في الخطه بتاعتك انت اكيد هتضع حاجه لو انه ما جالكش شغل مثلا، او حصل اجازه، او حصل اي امر غير لذيذ يعني تعرف تتعامل معاه. فالخطه نوعا ما هتديك مرونه شويه، بحيث انه والله لو حصل مثلا انت سبت الشغل بتاعك وانت عندك خطه انا عارف ان انا هروح فين على طول. نوعا ما الخطه هتحسسك بامان شويه، والله انا عارف كل حاجه ماشيه مظبوط، انا عارف هدرس ايه وهتطور في ايه، في حاجه حصلت انا عارف انا هروح لفين، وهكذا. فالخطه مهمه. القاعده الرابعه هي، خليك حكيم مع زملائك. الشغل في تيم معقد اصعب كتير جدا، يعني قصدي من الشغل لوحدك. الشغل مع في تيم بيبقى يعني انت لازم نوعا ما يبقى في تفاعل ما بيناتكم. وفي حته مهمه الكاتب اكد عليها، بيقول اكتر حاجه هو شايف ان هي بتعمل مشاكل ما بين الزملاء لما زميلك ياخد رايك في حاجه، او لما انت تبدا تنتقد شغل بتاع حد. محدش بيحب حد ينتقد شغله. الفكره بيقول لك لو انت يعني اصريت ان انت تنتقد شغل بتاع حد، او في حاجه انت لازم تقولها عيب في الشغل بتاع حد، الافضل انك تقول مميزات الشغل بتاعه الاول وتقول له بس لو الحته دي اتظبطت شغلك هيبقى حلو. الحاجه دي انا استعملتها فرقت معايا كتير. في ناس كتير جدا بيبقوا مثلا شغل انا واخده من حد بس بيبقى فيه غلطات، فباثني على الشغل بتاعه في الاول، والله اقول له شغلك ده ممتاز وفيه كذا وكذا وكذا، واعرفه اصل الشغل الشخص اللي قدامك برضه بيبقى تعب في الشغل بتاعه، عرفه ايه مزايا شغله هو هيتبسط جدا جدا، وبعد كده اقول له والله لو الحته دي ظبطت يعني المره الجايه او ظبطتها دلوقتي هيبقى في شغل، هيبقى الشغل بيرفكت. فالنصيحه دي مهمه جدا، لو انت هتتعامل مع تيم حاول ادي مجاملات على قد ما تقدر. والحاجه الثانيه، ما تركزش على العيوب، ركز على المميزات بتاعت الفريق، ولو لازم تقول عيب قول الميزه الاول بعد كده قول العيب مش العكس. القاعده الخامسه وهي، اعتني بنفسك. لازم تحط قواعد لنفسك فيما يتعلق بالشغل، لان انت لو تعبت او جالك مرض او انهكت مش هتعرف تشتغل، فبالتالي او لو قدرت تشتغل ده هيقلل من كفاءه الشغل بتاعك، يعارض الهدف الاساسي ان انت عايز تشتغل ويبقى تجيب فلوس كويسه يعني. فلازم تعتني بنفسك، لازم تحط قواعد صارمه، لو انا عيان مش هشتغل، لو تعبان
هشوف لو ده يعني تعب حقيقي مش هشتغل، اما لو بتتكاسل فدي نقطة تانية. ولكن القاعدة الثابتة صحتك اهم، والقاعدة الثابتة هي التناغم. يعني ايه التناغم؟ دايما ما تمشيش مع الطيار قوي ولا تقف ضده. دايما لو انت شغال في تيم او في شركة وشغلكوا في شغل جماعي او شغلك في شغل جماعي اكتر، دايما هتلاقي ان في طيار هو اللي سائد الناس كلها رايحة ناحية رأي واحد. دايما ما تمشيش مع الطيار قوي وما تقفش ضد الطيار قوي، خليك ذكي، خليك متكيف نوعا ما، حاول قول وجهة نظرك بذكاء مش تعارض. يعني انا مش واقف ضد الطيار كله، لا، انا بحاول ان انا اقول وجهة نظري واحاول اقنعهم بيها. ولو لقيت يعني لو دي نصيحة من خبرتي، يعني لو لقيت ان الطيار كله رايح ناحية اتجاه معين، اعمل قول والله زي ما انت بتقول كده لواحد صاحبك انا قلت لك، فاهم؟ عشان لو هم وطلع كلامهم غلط يبقوا عارفين ان انت قلت الكلام الصح. الكلام ده برضو حتى لو انت مش شغال في فريق، يعني برضو لو انت مع عميل معين والعميل انت حاولت توجهه التوجيه الصح ولكن هو الطيار بتاعه او ماشي بيقولك لا والله انا شايف كده، فكره وقول له انا ده الصح، ده الاكيد، ده المش عارف ايه. لو هو مصر اثبت المعلومة بتاعتك وقول له، يعني اعمل لها اثبات او بحيث ان لما يقع في الغلط بعدين تبقى انت تقول له انا قلت لك وانت اللي غلطت. فدي نقطة مهمة. القاعدة السابعة وهي استبق خطواتك. يعني ايه؟ بكل بساطة لازم تبقى عارف انت ايه خطوتك الجاية في الحياة عموما، وفي الكارير او في المسار المهني بتاعك، ايه الخطوة اللي جاية، ايه المستوى اللي انا مفروض اعلى. يعني مثلا دلوقتي لو انت سينيور، لو انت دلوقتي جونيور، ازاي هبقى سينيور في الشغل بتاعي؟ لو انت مثلا دلوقتي مستواك متوسط، ازاي هبقى محترف؟ لازم تبقى عارف ايه الخطوة اللي جاية. شوف اللي مستواهم اعلى منك بيعملوا ايه وحاول اعمل زيهم. في حكمة او كلمة مشهورة تقول مراقبة الناجحين تجعلك ناجحا مثلهم. يعني حاول تشوف الناجحين بيعملوا ايه او الشاطرين في مجالك بيعملوا ايه وحاول قلدهم او اعمل زيهم او قيس اللي هما بيعملوه على حياتك ونفذه، هتقدر توصل لمستواهم. فالقاعدة السابعة لازم تعرف خطواتك الجاية ايه، ايه الترقية اللي جاية، ايه المستوى الجديد في الشغل عشان اعرف اعلى بمستوى المادي بتاعي. طبعا ده اهم حاجة. يعني القاعدة التامنة ودي بالنسبة لي اهم قاعدة، وهي تعلم الدبلوماسية. يعني ايه تبقى شخص دبلوماسي؟ بص انا عندي قاعدة في الشغل بتاعي، هلا انا من نفسي كده عندي قاعدة في الشغل بتاعي، انا ما بفقدش عميل، عمري ما ضيعت عميل من ايدي. العميل اللي بيجي لي غالبا انا بشتغل معاه، ولكن بذكاء بكون دبلوماسي جدا معاه في الشغل، بحاول افهمه واعلمه واكسبه صفي بدل ما اخسره. يعني هو العميل طالما جالك او انت مثلا في الشغل طالما هو طلبوا منك شغل يبقى هما محتاجينك، خلاص كده حطيت القاعده. يعني هو مش جاي يرخم عليك وماشي، لا، ولا مديرك بيرخم عليك، هو محتاجك عشان تعمل شغل معين. فالفكره كلها بتبقى في تواصل، او الفكره كلها بتبقى في التفاهم ما بينكم. فانت دايما حاول هاته في صفك بدل ما تخسره، حاول تفاهم معاه، فهمه مره واثنين وثلاثه وعشرة لو يحب، حاول فهمه بالطريقه اللي هو بيفهم فيها، ما تفهموش بالطريقه بتاعتك. يعني شغلنا دايما معظم العملاء مش متخصصين في السوفت وير وهكذا، فانت دايما بتديله جرعه تعليميه بسيطه كده عشان يقدر يفهم الكلام اللي انت هتقوله بعد كده، ويبقى ايه الاستيعاب ماشي وتبقى الدنيا ماشيه في اللذيذ. فافضل حاجه انك تتعلم الدبلوماسيه مع العملاء، تعلم الدبلوماسيه وسلك الدنيا ما تعقدهاش. قاعده تسعه وهي تعلم النظام الخفي. في اي شغل ايا كان، في شركه ولا فريلانسر، في قواعد مش مكتوبه، في حاجات ما بتتقالش. في قواعد في شركه بتاعت اجازات، او في قواعد في الشركه بتاعت تتكلم مع مدير امتى، دي مش بتبقى مكتوبه، دي حاجات انت بتعرفها من القانون الخفي اللي هو قانون زي قوانين المجتمع كده. يعني مثلا في شغل الفريلانسر من المعروف مثلا ان انت بتاخد نص فلوس الاول وبتاخد النص بعد الفلوس وهكذا، ده القاعده الثابته العامه اللي الناس كلها عارفاها. ولكن في شغلانات مثلا ما بيبقاش فلوسها كتيره، فغالبا بتاخد فلوس بعد ما تخلص الشغل، ده كلام مش مكتوب في اي عقد بتاع فريلانسر. ولكن اللي بيحصل في معظم الاوردرات او الطلبات اللي بتبقى سعرها مش عالي هو ان انت بتاخد فلوسك كلها بعد ما تخلص الشغل. نفس الموضوع في الشركات، اكيد في قواعد كتير غير مكتوبه، فانت لازم تعرف القانون الخفي ده او القواعد الخفيه بتاعت الشغل بتاعك عشان تتفادى الازمات. القاعده العاشره والاخيره في كتاب قواعد العمل، وهي تعامل مع التحديات. في اي شغل انت تدخل معاه لازم يبقى فيه تحديات في الاول، تحديات انك تندمج مع بيئه العمل الجديده، او تحديات انك تفهم القانون الخفي اللي انا قلت عليه، او تحديات انك تتطور في الشغل بتاعك. ولكن اكبر تحدي انا عايز اركز عليه هو الكتاب الكاتب كان اتكلم عليه، وهو تحدي الازمات الماليه. ممكن المرتب بتاعك ما يبقاش كبير اول ما تشتغل، او ممكن المرتب بتاعك يقف في فتره من الفترات. لازم تتعلم انك ازاي تحافظ على المدخرات بتاعتك، لازم تدخر على الاقل 10% من الاجر بتاعك ايا كان هو قليل قد ايه. خلي بالك القاعدة دي، انا مؤمن ان انت هتعيش باي مرتب، اللي انت هيبقى معاك هتعيش بيه.
حاول دايما تدخر 10% من الفلوس اللي بيجيلك عشان الازمات الماليه، ما تقعش على دور رقبتك تكسرها او تخسر شغلك او تخسر كل حاجه. لازم يبقى عندك وساده ماليه اول ما تحصل ازمه تقع عليها وتستند عليها عشان تعرف تقوم بسرعه وتتعافى بسرعه. وفي خاتمه الكتاب ريتشارد تيمبلر بيقول لك لكل حاجه قواعد، ودي قواعد العمل، دور على القواعد الثانيه اللي في مسارات حياتك. شكرا لكم مستمعينا في كل مكان، وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، والى ان يتجدد اللقاء لكم تحياتي مروه مقبول.